بطل بطولة الخمس نجوم. وأنا أمل منصور أن يكون أول فرسان السعوديين المتأهلين لجولة التمايز ويلتحق بثلاثة فرسان الأشقاء من دولة قطر. كل التوفيق لفارس المملكة العربية السعودية عبد الله وليد الشربتلي مع المتألقة لاتويا بطل آسيا لهذا العام. عبد الله وليد الشربتلي يضيف هذا اللقب لسجله الذهبي، السجل الحافل للفارس عبد الله وليد الشربتلي. يتجه الآن لأول الحواجز، الحاجز الأقصر العريض عبد الله الشربتلي. تردد الفرس لاتويا وضرب هذا الحاجز ولكن لم يسقط. نتمنى له إن شاء الله كل التوفيق. عبد الله وليد الشربتلي الحاجز الثالث بنجاح، لا يحتسب أي خطأ في حالة عدم وقوع الحاجز. الآن القائم الاتحاد السعودي للفروسية، عبد الله الشربتلي أمام المركب الثلاثي، دخول جيد للفارس عبد الله الشربتلي واجتياز موفق، دخول سريع على حاجز السعودية بدون أخطاء. عبد الله الشربتلي هل سيقود أمال المملكة العربية السعودية لنيل هذا اللقب؟ كل التوفيق لعبد الله الشربتلي. وأربع أخطاء، شاهدنا قفزة من بعيد للفرس لاتويا، كلفت عبد الله الشربتلي أربع أخطاء قاسية جدا على الفارس عبد الله الشربتلي. نعم لم تكن بالحسبان. المركب الثنائي الآن عبد الله وليد الشربتلي، أربع أخطاء ينهي هذه الجولة، أربع أخطاء قاسية يا عبد الله. نتمنى إن شاء الله أنك متألقا كما عهدناك في المنافسات القادمة. نعم بأربع نقاط جزاء كما ذكرت منصور، مؤلمة لنا كمتابعين. كل الترشيحات السعودية كانت تصب لخالد العيد وعبد الله الشربتلي، والأمل في الله كبير في شباب هذا الوطن فرسان الداخلين بهذا الشوط، والكثر ولله الحمد.